السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتابع مجرد تطور ونمو الفلفلتين اللي زرعناهم، واحدة بالكبريت وواحدة بدون كبريت، ونقارن مجرد النمو. الهدف من التجربة مثل ما ذكرت ان احنا نشوف تأثير الكبريت على حرورة الفلفل، ولكن مثل ما ذكرت النوعين قد ما يكون مطابقين، لان البذر من نوع مخلوط من انواع متقاربة من بعضها، نفس الفصيلة ولكن قد يكون في اختلاف في اللون، في الحجم، في هذه النوع، ولكن كلها من النوع الصنف اللي جدا حار، فأنواع متقاربة. أنا عارف أن التجربة غير دقيقة، ولكن مجرد أن نجرب نشوف تأثير أن احنا حطينا كبريت في واحدة وواحدة بدون كبريت. إلى حد الآن اللي أشوفه أن النبتة اللي فيها كبريت حجمها أصغر، ولكن هي مرت في مشاكل أنه كان في حشرات وكان في سبايدر مايتس اللي هي هذه كانت سببت لها مشكلة، ولكن النبتة اللي بدون كبريت التزهير ما شاء الله فيها قوي جدا، ولكن ما في ثمر لحد الحين، ولكن فيها تزهير. هذه اللي فيها كبريت ما تشوف فيها تثمير، ولكن أو تزهير عفوا، ولكن راح نتابع ونشوف إن شاء الله. يعني مدام نموها بدأ يرجع ويكون صحي، فإن شاء الله أتوقع التزهير يكون قريب، فراح نتابع إن شاء الله إلى وقت التثمير أو لما نشوف بداية ثمر في الثنتين راح نقارن ونشوف. إلى أن إن شاء الله آخر شيء نحصد الثمر من واحدة ونجربه ونقارنه مع الثمر اللي من الثانية مع التجربة إن شاء الله. فراح أضيف فيديوهات في السلسلة إن شاء الله لما نوصل مرحلة التثمير، وآخر فيديو إن شاء الله راح يكون تذوق الثمر. اللي ما شاف بداية هذه السلسلة ممكن يرجع ويشوف السلسلة، راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، ممكن تشوفون الفيديو كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، وراح إن شاء الله أضيف فيديوهات. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن يضيفه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.